بالمناسبات وبالأعياد السعيدة وبكل المناسبات الخاصة اللي بتهمنا، ما بتكمل إلا لما نلتقط مجموعة من الصور المميزة ونحتفظ فيها. ولكن هل عمركم سألتوا حالكم كيف كانت شكل المعدات والكاميرات أيام زمان، وقديش كانت العملية طويلة لالتقاط الصور وتحميضها حتى تطلع جاهزة ونقدر نشوفها؟ الإجابة على هذا السؤال بتعرفنا على مهنة اليوم، وهي مهنة التصوير الفوتوغرافي. هاي المهنة يلي فيها فن، فيها علم، فيها ألوان، فيها إضاءة، عالمها كبير وواسع. اليوم نتعرف على هاي المهنة من واحد من أقدم المصورين يلي بيمارسوا هاي المهنة. بدأت التصوير سنة 1964 على يد عم إلي، كان مصور. أكثر إشي أنا اهتميت في تصوير الوجوه. تصوير الوجوه أولاً درسته تشريحياً قبل ما أمارسه ويعني أبدع فيه. كل وجه في الدنيا له زاوية جميلة، وما على إلا المصور إنه يكتشفها، وليس من السهل. بس إجري قدميها كيف بخسرك بس هيك. لا جاي خطر. هاي وحدة من الاستوديوهات القديمة اللي انت بنيتها، كانت خاصة باستوديو قديم لإلك. كانت هي شوي عنها. هي جزء من الديكورات اللي كنت أعملهن وأصممهن على إيدي أنا، وحتى يعني الخلفيات التصوير كلها أرسمها على إيدي، ما أحتاج إني أجيب جاهز. الأشياء اللي أنا بتناسبني في التصوير وبتعطيني ما أريده في الصورة. شو أقدم أنواع الكاميرات اللي اشتغلت عليها؟ أنا اشتغلت على كاميرات اللي كنت يعني هي كاميرات النيكون، والمامية فترة قديمة، والهاسبلاد. طب شو كان أصعب كاميرا أنك تصور عليها؟ الكاميرات اللي بتعني اللي بدك تشغليها بدون بجهد، مثلاً تراعي فيها السرعة، تراعي فيها الغالق، تراعي فيها الزاوية، الإضاءة منين جاي. هاي الكاميرات اللي تعتمد على عقلية المصور وممارسته، كثرة ممارسته، وبده يكون عنده ثقافة بصرية اللي من خلال هذه الثقافة البصرية يقدر ينتج الصورة الناجحة. أيام زمان هاي هي الأشرطة اللي كان يتم استخدامها في عملية التصوير، وكان للون الأحمر الدور الأساسي في عملية التحميض. ولكن كيف كان يتم هذا الموضوع؟ عشان هاي الصور تطلع ويشوفوها الناس كنا نمر بمرحلة طويلة. آخر جزء فيها هو جزء التحميض اللي مش كتار بيعرفوا عنه أشياء كثيرة. هذا أحكي لي. نعم، هذا التصوير اللي هو الثلاث أبعاد أدخلته في فترة زمنية ما كان حدا يعرف عنه إشي إلا من خلال كروت المعايدة اللي فيها الغمز وفيها شغلات وهيك، يعني بعيدة عن الخيال في الممارسة يعني. فجبت كاميرته وصرت أصور فيها، وخاصة صور الأعراس. شو كان اسم الكاميرا؟ نيمسلو، اسمها نيمسلو. وكنت أبعث وأحمضه في أمريكا في ولاية أطلنط، ويقعد شهر ونص. طيب والتحميض العادي اللي أنت للصور العادية اللي أنت كنت تحمضه بإيدك، احكي لنا كيف كنت تشتغل عليه. اللي التحميض اللي هو الأسود والأبيض، اللي هو كنا نحله بالمواد الكيماوية ونستعمل خمس أنواع من المواد الكيماوية اللي هي الكربونات والصوديوم سلفيت والبروميد والهيدروكنون. كل هاي الأشياء كنا نحلها في مي فاتري ونعمل منها محلول، هذا لإظهار الصورة. إظهار الصورة في الغرفة المظلمة اللي هي تعتمد على النور الأحمر في أثناء تصوير الصور، في تحميض الصور. أما تحميض الفيلم فبكون ظلام دامس. تجري بعدها عملية التثبيت الصورة، تثبيت الصورة من خلال
مادة كيماوية اللي هي ملح الهايبو اللي هي الصوديوم. يعني تحميض الصورة الوحدة اللي زي هاي زمان قديش كان ياخذ وقت؟ ساعة أكثر أقل؟ هذه لمن طلعت الماكينات ما بدها وقت، يعني ما كانت أكثر من 10 دقائق. وقبل؟ قبل الماكينات؟ قبل الماكينات يعني عملية ما حدا مارسها، قليل اللي مارسوها. ما قليل اللي مارسوها، كانت تأخذ وقت يعني ساعة. ساعة للصورة؟ ساعة للصورة، بس ما حدا مارسها. تاريخ التصوير الفوتوغرافي تاريخ طويل وممتد، وجميعنا بنمتلك ذاكرة مليئة بأحداث متعلقة بالتصوير أيام زمان. احكوا لنا شو كنتوا تعرفوا معلومات إضافية عن هاي المهنة، ومين لسه محتفظ بكاميرات قديمة أو بأسرتها.